هات لي مكتب صادق بيوم الحادثه. تمام عليك. تخريج ايه يا فادي؟ تربيه رياضيه. مبسوط بقى في مكتب مدير الامن ده؟ جدا الحمد لله. راجل لعبته الكيك بوكس، فاعتقد ان ده انسب مكان ليا. طب هات لي بقى مكتب رش عزه. ثانيه واحده. هو ده مكتب رشا. هو مصالحات سامي وزعلها بالشكل ده؟ بص، هو ممكن لان هو نائب صديق بيه، بس الموضوع مش كده بالظبط، لان العلاقه قريبه شويه ما بين سامي ورشا. يعني هو ساعات بيروح لها مكتبها، هي بتروح له مكتبه كده يعني. طب هات لي مكتب سامي بقى يوم الحادثه. سامي ما عندوش كاميرات في المكتب، لغاها من اول يوم. صديق بيه بس هو اللي كان سايب الكاميرات عنده. لما كان بيحب يوقفها كان بيكلمني وانا بوقفها له. في حد جه غريب لصادق او شريف الفتره الاخيره؟ لا، حد غريب لا خالص. الناس العاديين اللي هم في الشغل. طب انت بصفتك يعني عقليه امنيه كده، ما لاحظتش اي حاجه غريبه في الفتره اللي فاتت؟ بالعكس، كل حاجه كانت ماشيه تمام جدا. مكتب رشا عزت فين؟ ثانية واحدة، ابعت معاك حد لحد؟ لا لا، أنا أحب أتمشى لوحدي، يقول لي بس فين وصفولي. ليه رايحك؟ بص، تمشي كده في الطرقة دي للآخر هتلاقي مكتبة في الوش على طول. شكرا. كمل. ورحمة أبوكي لو ما قلتش أنت كنت فين يا نعمة، مش هقول لك هخليكي تسيبي البيت. لا، أنا اللي هسيب لكم المخروب ده متطربع على دماغكم. همشي وهجي يا ناس في الشوارع زي المجانين. يا نعمة، أنا وأمك كنا قلقانين عليكي. ما تريحي قلبها وقولي لها كنت فين؟ ضمك يعني وخايفة عليكي. ياما حرام عليكي ياما. هو أنتِ ما تستحملنيش أبداً للآخر؟ ما تتميش جميلك عليا. هو أنا بإيه ولا بإيه بس يا ربي؟ لا يا روح أمك. الزعل مش حجة يا أختي عشان تقرطصيني. وإذا كنت أنتِ موجوعة قراط، أنا موجوعة 24. أنا حايشة عنك ياما. لا تكونيش فاكرة يا بنت إن جوازتك دي كانت لد عليا. أديني اتطلقت وترملت. الاتنين مع بعض ياما عشان ترتاحي ونارك تبرد. خلاص بقى ياما، أنا بعرف منها وبقول لك. مش أنت بتزعلي مني ما بقاش حاسة بيها ولا بوجعها؟ كانت جوازتي الشوم يا أختي. يا بنت ده أنت لو بايرة مش حرميكي الرمية دي، لكن أنت اسم الله عليكي. العرسان واقفين توابير على الباب، لكن انت اللي شاورتي وقلت اتجوز ده. قلت وماله يا بيت، ما دام في الحلال وعلى سنه الله ورسوله والبت مياله وعايزاه، انا غرضي ايه غير راحت بالها وساكته وشايله في قلبي وبسمع كلام زي السم من نسوين الحاره على الخروج والتأخير والبيات بره ورفس العرسان، واللي تقول دي فيها واللي تقول دي عليها، وانا قللت الحيله مش عارفه اعمل ايه. قطع لساني اللي اتكلم على نعمه نص كلمه ياما. يا اختي ما انا كنت اولع في نفسي، كنت حشتيني ليه؟ هو يا كده يا كده يا بنت الكلب، انت ما بتحسيش بامك ليه طيب؟ ولا تكونيش يا بنت فاكرانا ساكنين في الزمان، ولا تكونيش فاكرة إن النساوين لسانتهم مش مبارد. خلاص حبيبي القلب طلقك قبل ما ربنا يختاره جنبه. يبقى خلاص بقى نشوف حياتنا وعيشتنا وأيامنا اللي جاية. واللي راح خلاص مات مع اللي ماتوا. ما تنطعي يا بنت، مشوار إيه ده اللي خلاكي تكدبي على أمك عشان تروحيه؟ رحت بيت جوزي، رحت اختلم نفسي شوية اشم ريحته واقعد معاه عشان ارتاح من وشك انتي وجوزك. خلاص يا نعمة، حقك عليا انا. خلاص بقى ياما بقى. والمصحف الشريف هتموتيني بقهرتي عليكي يا نعمة. ربنا ياخدني يا شيخ، ربنا ياخدني ويريحني. بلوتين يا ربي، تبليني بلوتين. ايات عياني يا اعتذار. انت اخر واحده كلمتي صادق البنهاوي قبل الحادثه. انا عرفت ان حمد النشار المنافس الاساسي بتاعنا داخل المزاد،
فكان لازم ابلغ مستر صادق. وايه اهميه انك تبلغيه؟ طول عمره مستر صادق بيهتم باي حاجه تدخل فيها شركه النشار، وهو اللي مكلفني ابلغه بالحاجات اللي من النوع ده. تفتكر ان حد من عند حمد النشار هو اللي ممكن يكون عمل كده عشان المزاد؟ لا طبعا، المزاد ده مش مهم اصلا، دخلوا في شغل اكبر من كده 100 مره، العلاقه ما بينهم منافسه شغل مش اكتر. وايه العلاقه اللي ما بينك وبين سامي البنحاوي بره الشغل؟ بره الشغل انا ماليش اي علاقه برشا عزت. بس انت وقت الحادثه كنت في مكتبها، بتزعلها بطريقه مش طريقه شغل خالص، واضح ان في علاقه ما بينكم عشان مثلا. يعني بغض النظر على الجمله الاخيره، الله يرحمك يا صادق. صادق المفترض ان هو ما كانش يروح المزاد مع شريف، لان ده ضغط على اعصابه، كان تعبان الله يرحمه، وانا كنت مدي تعليمات لاي حد في الشركه ان هو ما يصدرش اي مشكله ليه. يعني تقدر تقول حضرتك كده ان انا زي فلتر بيمتص اي مشكله عشان في النهايه الصوره توصل له من غير لا تضايقه ولا تتعبه. احنا لقيناك مكلمه بعد الحادثه على طول. لما عرفت ان هو رايح المزاد مع شريف، وده طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو قلبه تعبان وصحته ضعيفه يعني، فانا كلمته عشان اقول له ارجع انت وروح مع شريف. يا ريتني رحت مكانك. انا اسف يا فندم، معلش. الله يرحمك يا صادق، انا بعتذر لك يا فندم، معلش. لسه الموضوع يعني اخويا يعني. الله يكون في عونك. ايوه يا دكتور، اقسم بالله لاجيبهم لك بكره. انا مش اديتك كلمه خلاص هنفذها، مالكش دعوه، مهما يكون المبلغ كبير هجيبهم لك. هجيبهم لك. كلمت في التليفون؟ لا، بس انا سامعه جرس وسامعاكي. اه لا يا بت، ده واحد كان بيعاكس، بس ما تقلقيش عليا، انا بقى اديتهم له وعرفته مقامي. ده انا سمعت شويه كلام. ماشي. ايوه يا دكتور، معلش. انا قلت له اني ماليش اي علاقه بيك بره الشغل. جميل. طيب بص يا رشا، انا عايز كل الورق المهم اللي في مكتب صادق، وهتنقلي لي كل الداتا على الكمبيوتر على الهارد ده. سامي، كاميرات المراقبه اديك شايف. انت وجودك في مكتب صادق طبيعي، اهم حاجه بس تعملي الموضوع ده من غير ما تلفت النظر يعني. وبالنسبه للمراقبه، انا كده كده كلمت مهندس مراقبه من شركه ثانيه عشان يغير السيستم المراقبه كله. اوكي يا حبيبي، كل اللي انت عايزه هجيبه لك، بس ما قلتليش عملت ايه بقى مع الضابط ده. بعدين يا رشا. حاضر. وهي رشا عايزه بقى مسموح لها تعمل اللي بتعمله ده؟ اه يا فندم، ده شغلها، هي مديرة المكتب والمسؤولة عن كل حاجة فيه قدام صادق بيه، ودلوقتي طبعا قدام سامي بيه. هي شكلها بتدور على حاجة مهمة، ورقة، حاجة في الشغل كده يعني. طيب هات لي بقى الكاميرات بتاعت بقية الموظفين. كاميرات بقية الموظفين، تمام عليك. هو ده الورق الموجود. انا عارف انا بعت مين، والله ما اجيبها لنسوانا. ايه ده يا رشا؟ الورق ده ملوش لازمه. فين الورق المهم؟ ورق العقود، ورق الصفقه الاخيره. الورق ده لو ما تلاقاش شغلنا كله هيبوظ. مين بقى هاني داخل مكتب صادق؟ من ساعه ما جيت مفيش حد دخل غيري. مين يا اختي؟ حضرتك اول واحده بتيجي الشركه دي، المفترض ان مفيش حد يجي قبلك. مين دخل مكتب صادق؟ انا جيت لقيت رامز، ومتهيألي كان بقاله فتره. يجي بنت الكلب، هي بنت الكلب. ايه ده، هو حضرتك لسه هنا؟ محتاج مني حاجة يا أستاذ سامي؟ لا أبدا، ده أنت منورني. طب كويس إن شفتك بقى، عشان أنا نسيت أديك الكارت بتاعي. لو احتجت أي حاجة كلمني. أكيد. بقاء لله، شد حيلك. شغال لي كاميرات اوضه صادق في اخر 48 ساعه. الكاميرات كانت عطلانه، الفني لسه مشغلها من ساعه بس. بتستعبط يا ابني؟ يعني هي كانت شغاله قبل الحادثه ودلوقتي وفي النص عطلت؟ شكلها زعلت على صادق بيه،
والله ده حتى الجماد ساعات بيبقى عنده احساس. جماد ايه؟ في حاجات مهمه اختفت من اوضه صادق. سرقت ازاي؟ طب ما الظابط هنا، طب نلحقه. طيب اقعد يهبل، الشرطه مالهاش دعوه بالموضوع ده، انت المسؤول قدامي يا فادي. تمام، وانا بقول لك ان مفيش اي حاجه اتسرقت. انا ماسك مدير امن الشركه بقالي 3 سنين ومفيش اي حاجه نقصت. ولا هو عشان صادق بيتوفى؟ شغال مع فشل. اشتغل. ايه يا بني ادم؟ ايه التأخير ده كله؟ معلش يا هانم، الدنيا زحمة جدا، لو اختصرت يمين في شمال ما كنتش هوصل ولا حتى بكره. هات الورق موجود؟ كله تمام سعادتك. في حد شافك ولا حاجة؟ عيب يا جيجي هانم، العملية دي كلها في الخفاء، في الخفة يعني. طب اتكل انت على الله. حاضر. شريف كان حب حياتي، كان أغلى حاجة عندي في حياتي. ما طلبتي منه الطلاق ليه؟ الطلاق دي كانت خناقة عادية جدا، أنا حسيت إني مش هقدر أساعده بسبب موضوع الخلفة، فقلت له لو عاوز يطلقني ويتجوز واحدة تانية يجيب منها بيبي يعمل كده. ما رحت المستشفى وعرفت إن العيب كان منه بنسبة 80%، والدكاترة قالوا عليا 20%، يعني يقدر يخلف من واحدة تانية. بس انتوا ما اتصالحتوش لحد ما الحادثة حصلت صح؟ لا طبعا، اتصالحنا على طول. شريف كان بيحبني قوي، كان مستحيل يسيبني ابات ليلة واحدة وانا زعلانة. احنا خلاص كان فاضل يومين ونخش نعمل العملية. هو حضرتك شاكك فيا ليه؟ انت متخيل ان انا ليا يد في الجريمة دي؟ مفيش جريمة يا مدام سمر، دي حادثة. أنا مش شاكك فيكي وبعمل تحقيقات روتينية عادية جدا. كل اللي أنا بعمله ده عشان أقفل القضية. خش يا زغلول العوة. ولا يا عم إيه؟ أنت ما بتعملش أي حاجة. أنا هكون أفضل. أنا الدفاع جامد، ما كانش الكورة جت هنا. يا راجل جامد إيه ده؟ أنت شوربة. يلا الكورة دي تسلسل. تسلسل؟ طب يلا أنا هكون، أنا هكون. العب 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 يا عم زغلول. يلا يا عم يلا يلا خش خش. إيه إيه العوة معاك اهو، معاك اهو، معاك. يلا خشلك خشلك خشلك. ولا اهو كورة اهو، كورة اهو. حلو عشري. يلا الله مالكش بقى، مالكش فيها، مالكش في الكورة. لا والله مالكش معاك. كمل ماتش يا باشا. لا قوم يا عم زغلول، خاف الايه؟ لا قوم يا زغلول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فينا يا عم؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ سلامة بركة. سلامة بركة. ايه يا عم ابليس؟ تاكس حتة واحدة، الله يرحم التوك توك ابو عين واحدة اللي كنت بتخش بيه. يا حشر انت مالكش فيه، مالك؟ ايه الشنطة دي يا ابليس؟ دي شنطة تبع الشغل. مش جاي كابتن ابليس؟ اجي فين يا؟ لما بطل اغنية ابليس خد مني فلوسي، ابقى العب معاك واستجدعك. حقك عليا يا كابتن، رجعت فلوسي كابتن كورنر قلت له ما تزعلش. جدع يا. خلص انت عندك مذاكرة. اه خلص. حاضر ماشي. يلا يا عم كمل كمل يا عم. فين الكوره؟ هات الكوره. يلا طب يلا يلا يا عم. يلا كمل ماشي. خد يا عم زي يا رب تعوض. يلا يا عم يلا ريت فك اجرة العوض. ولا انا كسرت الازاز. ولا كسرت الازاز. خد يا عم.
ولاد الكلب. اسرائيل فريق كبير فريق عظيم ادي له عمري وبرضه قليل. اوه ايه ده يا ابليس؟ انت بتذاكر انت كمان ولا ايه؟ ذاكرت ايه؟ هو في علام تاني بعد الدكتوراه؟ ده ورق شغل. دكتوراه ماشي يا عم الدكتور ماشي، بس ورق شغل ايه ده؟ هي السوابع ليها ورق؟ وانا ما قلتلكش انا غيرت خلاص ادوي هفتح مكتبه. مكتبه؟ ماشي يا عم مبروك. بس منفض لي انت يا ابليس، يا اخي ده انا بشوف حشري وزغلول اكتر منك والله، وانت اخويا يا جدع. بس واضح ان موضوع الفيلا ده على نفسك على اخوك. يا ده اللي بتقوله ده يا نفسي اللي تعلى عليك. انا الدنيا كلها عند كعبيلا انت شايلك على كتافي. قول يا كورن اخبار المذاكره ايه والمحاضرات؟ عايزين ورقه كبيره ادنى حلها بدل تيشيرت الاسماعيلي ما بياخدش دوري. ده ما بياخدش دوري. يالا انا عايز ورقه تانية يا اخويا، وانت مش واقف في ظهري زي عوايدك. ورقه ايه يا كورن؟ ورقه الجواز المتوته. انا عارف ان انا غلطت في اللي انا عملته، بس انا اتأدبت في الفتره اللي بعدت عني فيها. انا مش عايز ارجع صغير تبيع وتشتري فيا. انا عايز ارجع بس ارجع راجل، مش ابقى طلعت سبع سما في الاخر انزل على سناني. هذا النحناحه دي يا انت لو بتسالني نفض لتوتة اللي تحبه اكسر قلبك عليه مره في التانية. قلبك هيجمد ومحدش هيركبك. الرجوله صعبه والقلب الميت محتاج تعويره واتنين عشان تعرف تعيش. انا عايز قلبي حي مش ميت يا ابليس. انا عايز اعيش عيشه سهله مش زيك. انا لا ليا في الحوارات ولا بحبها. انا عايز ان شاء الله اوضه وصاله اعيش فيها انا والبيت توته، وتوته توته خلصت الحدوته. فاري طول عمرك فاري يا كومه. بس ماشي خلصانه يا مقضيه. هات خلاص يا انا هروح الاقتدار وهخلص لك الكلام. مبسوط؟ مبسوط اخويا. يلا تصبح على خير يا ابليس. خير ايه وشر ايه؟ انت هتنام بالجزمه يالا؟ طب والله لا لا طالما هتخلصني. ايه العيا؟ حاضر. حبيبك كورنر. حبيبك اخويا. فارق كبير فارق عظيم اديني عمري عملت اتوته. خمسمية فل. ثانية واحدة ثانية واحدة. جيب كل حاجة بسرعة. ازيك يا استاذ رامز؟ مساء الخير. مساء النور. عايز اتكلم معاك لوحدنا يا استاذ رامز. طبعا اتفضل. استنونا جوه شويه يا جماعه. قوي اتفضل. اتفضل اقعد يا استاذ رامز. حضرتك تحب تشرب حاجه؟ لا شكرا. انا ما لحقتش ادردش معاك المره اللي فاتت، فقلت بما اني جاي لك يعني بصفه وديه اجي لك في المخبأ السري بتاعك. لا مش سري ولا حاجه. عموما انا تحت امرك. انا عارف ان انت كنت مسيطر على كل حاجه في الشركه. ليك اليد العليا يعني. وسامي كان بيتضايق منك من الحكايه دي وكان بيعمل معاك مشاكل باستمرار. لا ده بس عشان يمكن انا اشطر منه شويه مش اكتر. ايه علاقتك بصادق وشريف؟ صادق بيه الله يرحمه كان زي والدي بالظبط. وهو كمان كان بيعتبرني زي ابنه. انا كنت تقريبا دراعه اليمين. وكان بيثق فيا ثقه عمياء. شريف الله يرحمه أنا وهو كنا أكتر من الإخوات.
ده انا حتى اللي نصحته يروح المستشفى عشان يتعالج من موضوع العقم اللي عنده. ده انت كنت الصندوق الاسود بقى عندك كل اسراره. لا صديق بيه تقريبا ما كانش عنده اي اسرار. كانوا واضحين اكتر من اللازم. شريف بس ساعات اللي كان لما يتخانق مع سمر مراته كنت باخده على جنب كده واحاول انصحه يتكلم معاها ازاي ويحل مشاكله ازاي. كلام رجاله يعني. بس واضح انك زعلان اليوم قوي. مش كل الناس بتزعل زي بعضيها يا جلال بيه. انا مثلا لو ما خرجتش طاقه الزعل اللي جوايا دي ممكن يجرى لي حاجه. بس ده مش معناه ان انا مش زعلان عليهم. صادق بيه الله يرحمه لما اتجوز اختي كانت ظروفنا صعبه جدا. عشان كده عمرنا ما هننسى له الجميل ده. انا واخواتي اللي شايلين الشركه فوق دماغنا ومخلينها اهم حاجه في حياتنا. مين اعداء صادق وشريف؟ ما اعتقدش ان صادق بيه كان ليه اعداء اصلا. صادق بيه طول عمره ما بيحبش المشاكل. ملوش علاقه بالاعلام ولا بالسياسه. ازاي حد بالمواصفات دي يبقى ليه اعداء؟ ماشي يا رامز. نادي بقى اصحابك من جوه تعالوا كملوا البرتيتا مع بعض. سلام. أنا مستغربة من إن صادق كان هيكتب كل حاجة باسم شريف. عاملة زي النكتة البايخة. أنا مش عارفة ليه سامي بيعمل كده. ده صادق الله يرحمه. كم معلقة سكر؟ ثلاثة. ده أنت بتشرب سكر كتير جدا. بعدين أنت صغير. ممكن تقدر تقلل على فكرة. أنا ممكن أساعدك. أنا دخلت كذا بروجرام علشان أقلل السكر ودلوقتي بقيت بشرب نص معلقة. مش مهم. أنت بتقولي صادق بيه ماله؟ صادق الله يرحمه ما كانش بيخبي عليا حاجة أبدا. كان ممكنني من كل صغيرة وكبيرة. من شغل، فلوس، أي حاجة. عارف حضرتك أنا لو كنت باخد مرتب نصير خدمتي له كان زماني واخدة أكتر من مراسي بكتير. لكن سامي بطمعه مش قادر يفهم ده. أنا مش عارفة هو بيعمل كده ليه. عايز يكرهني في صوته. لكن لا أنا مش هكرهه. أنا وصادق ما كناش زوجين عاديين. احنا كنا سند بعض. كان هو بيخدمني. انا كمان كنت بخدمه. سامي ده ما كانش هيورث حاجة خالص لو كان شريف عايش. لكن دلوقتي ورث كل حاجة. وبرضه طمعان. مش عايز يسيب لي ذكرى مع صادق. عايز يكرهني فيه. فاكر اني هكرهه بكلامه السخيف ده. مطبخ فين؟ نعم التواليت. مطبخ فين؟ المطبخ هنا. فادي. ايوه شكرا. طب ما تخلي. لا خلولك. بقول لك ايه، في واحد تحت قاعد مع اختك الظابط جلال. انت تعرفه؟ ده عيل رز الرزاله عامل فيها ان هو المحقق كون ان هو اصلا ولا حاجه. ده ممكن يجي يسالك كمان شويه. يسالني انا في ايه يعني؟ على اي حاجه في اي بتنجان، المهم ان هو يرزل عليك وخلاص. شكله كده لسه مفركش جديد والبت مطرقعه له ومالوش صحاب فعمال يرزل على مخالق الله.
طب ممكن يخش اوضتي؟ يدخل اوضتك ده ايه؟ لا طبعا، ده هو كده مقضيها بالحب. لكن لو مضايقك انزل امشيهولك حالا انا، هو تقول له يلا حبيبي شوف انت رايح فين، هات اذن النيابه وابقى تعالى. لا انا كده كده خارجه. قولي لي يا منى، هو في شغالين تاني معاك هنا في فيلا؟ ابدا يا باشا، هو انا وبس. ما كانش فيه بس غير الولاد الزباله اللي اسمها ام سالم دي، بس غارت كده من سنه ونص بعد ما سرقت خاتم الست همسه. حق يا باشا، انتوا لازم تحبسوها. لو عايز عنوانها انا كمان ممكن اديهولك. انت كنت موجوده هنا يوم الحادثه؟ اه يا باشا، ده كان يوم مهب. ايه اللي حصل؟ يومها شريف باشا كده كان صابح فايق كده وغير عادته يعني، وكان شكله حتى متصالح مع الست سمر. صادق بيه قعد يهزر معايا ويقول لي يا بت منى مش هنفرح بيكي واي عيل من العيال دي يشيلك ونخلص منك كده. وبعديها يا باشا خرجوا من الدنيا واللي فيها. حسيتي بحاجه غريبه في اليوم ده؟ اه باشا حسيت. حسيتي بايه؟ كان قلبي مقبوض كده ساعتها، حتى قلت لابليس وهو بيفطر، قلت له يا ابليس انا قلبي مقبوض مش عارفه من ايه. ابليس؟ ابليس مين؟ يا نعم، انا شكلي هسيب المدرسه دي. ليه يا بت؟ ايه اللي حصل؟ مالك؟ انت عيانه ولا ايه؟ لا لا لا، عندي شويه صداع بس. قولي لي انت ايه اللي حصل؟ ما تبغوشنيش عليكي. طب ما تجيبي واحده، انا برضه مصدعه والنبي. جرايه يا بت هو البن، انت بتستهبلي؟ تقيل على معدتك، وانت معدتك ما تستحملش الكلام ده. قولي في ايه اللي حصل؟ اختباري شهرين ما اديتش ولا حصه واحده، واستاذ زفت الطين سعاده ناظر بيقول لي العيال ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، مزيكي دي اللي هتعلمها لهم. ايه الحمار الجاهل ده؟ هو مال امه؟ مش الوزاره مكررها يا اختي؟ ولا مكررها ولا نيله. انا كلمت الدكتور خالد المعيد اللي كان في الكليه اللي كان مشغلني ده، قال لي خدي اجازه بدون مرتب وفي مدرسه كبيره كده لغات حلوه بمرتب حلو، بس المشكله انها في اخر الدنيا، بتاخد لها 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، مش عارفه اعمل ايه. طب انا هقول لك تعملي ايه. انت تقومي تتوضي وتصلي صلاه استخاره وتنامي، تحلمي اللي تحلمي بيعملي على طول. هشوف بقى يا بنت. ما تجيبي واحده، بقول لك مصدعه والله. يا بنت هو البن، بكره هبقى اجيب لك حاجة خفيفة كده على معدتك عشان تستحمليها. بشام صداع صح؟ اه يا اختي. يلا تصبح على خير. انت من اهله. لسه قاعد؟ طبعا يا عم زهران، ما هو زباين اخر الليل دول هم المكسب. بايع بقى وعلى قلبك فلوس كده. يا عم بايع ايه وفلوس ايه؟ ده مفيش حتى زبون جه شرب شويه ميه ومشي. يا راجل انت عايز تقنعني يعني انك كل يوم كنت بتبيع الكشري؟ ما انت طول عمرك الكشري بيبات عندك، وتاني يوم بتبيعه للنسوان بتوع الحته بالكيلو عشان يوكلوا له البط. يلا نزل رجلك كده واحترمني. يلا ومشي رجليك، اعمل لي طبق. يلا قوم اغرف لنفسك بس ما تحفش. صدق والله العظيم شكلك خايف من اقتدار بسبب الازاز اللي اتكسر ده. يا عم استرجل بقى شويه، في ايه؟ اقسم بالله ان انا ما عايشني عن اقتدار دي الا انت. اديني انت بس الجرين لايت كده، اما كنتش احبسها لك الصبح، ودي اسهل قضيه ممكن امشي فيها. يا عم انت خاف من مين؟ انا ما بخافش الا لما الكلاني. الله، دي خناقه كده هتروح لحالها بينه وبين الاقتدار. ما تفتحش صدرك قوي كده. بقول لك ايه؟ لو عايز تروح وخايف انا هقوم معاك اهديها بكلمتين كده واخليها ما تزعقلكش. روح معايا، ما توديني المدرسه احسن بالمره. وانا صغير ولا ايه؟ انا بقول لك ما بخافش من حد، مش حرمه اللي هتمشي كلمتها عليا. اتفضل يا ست اقتدار. فين هي؟ اقعد اقعد احترف نفسك بقى شويه. انا خناقه كده واقول لك ايه؟ بقى سيب البيت كله واجي انام عندك زي زمان. والله زمان يا حشري، تلاقي وحشتك النوم على الكنبه. بص لو خايف عشان موضوع الازاز اللي كسر ده، انا عندي واحد صاحبي ممكن يعمله لنا شكوك. بس عايز اقول لك حاجه مهمه هتودنك.
انت خايف من اقتدار؟ اعترف نفسك بقى لا حاجه غريبه. الهي وانت جاه يا اقتدار تغرقي في حله شطه ما تخرجي منها. سامي انا عارفه ان انت مش قادر تسامحني عشان انا السبب في وفاه مستر صادق، بس والله لما كلمته عشان المزاد انا ما كنتش اعرف. دي اعمار، وبعدين انا اول ما عرفت ان حمد النشار هيروح قلت اكيد مستر صادق هيبقى عايز يعرف. ده شغل يا سامي. طب هتعمل ايه في موضوع الورق اللي اختفى من المكتب؟ مفيش حاجه. المفروض يا رشا ان انت يعني كنت تأمني على حاجات اكتر من كده. أأمن عليها ازاي يعني بره وقت شغلي؟ الحاجات دي اتاخدت ايميديتلي قبل ما اوصل الشغل. ايميديتلي صح. بس كده خلاص يعني احنا بقينا تحت درس جيجي. وانت عارفه جيجي بقى ما توصاش. على فكره في كوبي تانية من الورق ده عند سمير المحامي. عارفه المشكله فيها يا رشا؟ مشكله في الشحنه اللي طلعت على قبرص. ورق الشحنه طالع من اسرائيل على قبرص. فاهمه؟ طب وايه المشكله؟ الشحنه دي كلها هيتعاد تغليفها تاني وهيتشال من عليها اي حاجه تدل على بلد المنشا. هتدخل مصر على انها اتحاد اوروبي. وبعدين حتى لو جيجي معاها الورق مش هتضر الشركه. ده اللي بقول عليك ان انت ذكيه وبتفهمي يا رشا. بعد الفتره دي كلها ومش فاهمه جيجي. الكلام ده لما كانت الشركه في بطنها. دلوقتي خلاص عادي يعني ممكن تكسر الشركه وتدمرها عشان تدمرني وتكسرني. سامحني يا رب. الله يرحمك يا صادق. دخلت حيه بينا. طب وايه الحل؟ مش عارف انا يعني كل حاجه متلخبطه يعني عمال بشوف كده ايه اللي حاصل. بحاول امسك اي حاجه ارتب الافكار اللي في دماغي اشوف الورق اللي طلع من المكتب ده ايه. يعني صادق الله يرحمه مش عارف يعني سامحني يا رب. انت كنت اهبل يا صادق. ساب كل الورق في المكتب كده فما انا ما اعرفش اخدت ايه وسابت ايه بس في ورق لو اتشم احنا خلاص رحنا بلاش.